ادي فقره اهي الثانيه، وادي حته البودي، ربنا خلع البودي من هنا اهو، ادي فقره مع الثانيه اهي متمفصلين مع بعض، خلع البودي عشان يتمفصل مع مين؟ يتمفصل مع الفقره المحوريه اهو، ادي بودي حته البودي اهو، جزء الصغير ده يتقطش من هنا اتحط على ده اهي، ادي الفقره اللي هي الاكسس الثانيه، البودي اتشال من هنا واتلزق فوق على الفقره الثانيه اللي هي المحوريه اللي هي الثانيه. ثاني الاطلس الفقره الحامله الاولى تتكون من قوس امامي وقوس خلفي وجزء جانبي بدل الماس جنب منه الترانسفيرس بروسيس اللي دول مصطلح. القوس الامامي ليه تيوبريك الاسنان كيلو تيوبريك والقلب والسير كله. القوس الامامي يمثل قوس القوس الخلفي قوسين، هذه الدائره او هذا الخاتم. لقب الماس قوس وقوس. لقب الماس فوقنا سطح بيتصلي الشيش بالكليا كلوي الشكل. والسطح السفلي لها يحمل سطح مفصلي مستدير. المستدير ده يتمفصل مع الفقره الاكسس اللي بعد منها. طب واللي فوق ده هي تتمفصل مع ايه؟ مع الجمجمه، حاجه اسمها اوكسيبيتال كوندايل. لو جيت تشوف جمجمه هتلاقي فيه سطح مفصلي شبه الكليه. وادي الصحبه الكبيره اللي موجوده في الجمجمه من تحت، على يمين وشمال هتلاقي سطح مفصلي يشبه الكليه. هذا السطح مفصلي يتمفصل مع مسيله في الفقره الحامله. طيب هذا البروز اللي اتخلع من الفقره دي وراح للفقره الثانيه، البوب اللي اتشال من الفقره دي ولزق على الفقره ده اسميه الدنس. اسمه الدنس. يبقى البودي بتاع الفقره الاولى اللي اتشال ولزق الفقره دي اسمه الدنس. من الجانب الشفوي اجيب لك الفقرتين دول مع بعض واقول لك مفصلهم مع بعض واذكر المفاصل التي تساهم فيها كل فقره. ما تقلقش. سهله خالص. الفقره دلوقتي اسمها ايه؟ أطلس. تتمفصل مع ايه؟ مع الجمجمة. صح؟ طب ده اسمه اوكسيبيتال كوندايل وده أطلس، تتوقع اسم المفصل يكون ايه؟ أطلنطا أوكسيبيتا ولا الأوكسيبيتا أطلنطا؟ ايه الأسهل في النطق؟ أطلنطا أوكسيبيتا. أطلنطا من أطلس. أوكسيبيتا جوينت. أطلنطا من الاطلس. اوكسيبيتال اوكسيبيتال كوندايل اهو جوين. حلو. تعالى بقى. طيب الاطلس راح تتمفصل مع الاكسس بس في حتتين. حته الدنس ده ايه؟ الجروف اللي موجود هنا هو اللي اسمه الدنس. واقف كده زي القلم يتمفصل مع القوس الامامي. ونفس السطح المفصلي التحتاني المستدير ده اهو راح يتمفصل مع مسيله في الاكسس. يبقى مفاصل ثلاث مفاصل. مفصل النص بين الدنس هذا البروز اللي اسمه الدنس وبين القوس الامامي هذا مفصل. والاسطح المفصليه اللي تحت منها ده هم يتمفصلهم مع الاكسس. يبقى ثلاث مفاصل من الاطلس والاكسس. اسموهم ايه الاول؟ اكزيلو اطلنطل ولا اطلنطو اكزيال؟ اطلنطو اكزيال. ما اطلس زي اطلنطو اكزيال جوينتس بالثلاث اثنين في الجنب بين السطح المفصلي بتلاقي الفقره اللي فوق من تحت والاسطح الانصاليه تلاقيها اسفل منها في الاكسس اسمه اثنين اطلنتو اكسيال جوينت بس الاثنين دول لاترال جانبيين. واللي في النص بين الدنس
وبين الانتيرير ارش ده اسمه الميدل جوينت. يبقى عندي ثلاث مفاصل بين الاطلس وبين الاكسس، واحد بين الدلس، والدلس ده جزء من الاكسس الفقره اللي بعد منها، بينه وبين القوس الاناني، واثنين تحت الفقره دهيت اللي هما الاثنين السيركولار راح يتمحصلوا مع مسيرهم. احنا مره راح نشوف فقرات للاخر عشان نشوف الكلام ده بين الاطلس وبين الاكسس، اسمهم اتلانتو اكسيال جوينت. يبقى لما اقول لك اذكر اذكر مفاصل الاطلس، هتقول لي من فوق تتمفصل مع الجمجمه في الاتلانتو اوكسيديتال جوينت، وتتمفصل مع الاكسس في ثلاث مفاصل، مفصل في النص بين اللي ما يسمى اللي اسمه الدينس ده اهو مع الايه؟ مع الاطلس. ده مع الانتيريور ارش. والاثنين اللي تحت هنا هو القصه المفصليه تحت منها اللي هي بتاعت الاطلس مع مسيرتهم في الايه؟ في الاكسس اسمه اتلانتو اكسيال جوينت. يبقى كم مفصل بتسمى فيه هذه الفقره؟ اربع فقرات. بينهم وبينهم هم كام؟ هم خمس مفاصل. خش بالك لكن مسكيهم هم خمس مفاصل. اتلانتو اوكسيديتال الاثنين بين الاطلس والايه؟ والجمجمه، صح؟ اثنين واحد يمين واحد شمال. يمين وشمال. وتحت اثنين بين الاطلس والاكسس، يمين وشمال، هنا في اربعه، واحد في النص بين الدنس وبين الايه؟ وبين الانتيريور ارش. اذا هم ثلاث مفاصل، هم الاسم اسمين. اطلنتو اوكسيبيتال ده من فوق، واطلنتو اكسيال من تحت. لا يمين وشمال. رايت وليفت. يبقى رايت وليفت اطلنتو اوكسيبيتال بين الاطلس وبين الجمجمه، يمين وشمال اطلنتو اوكسيبيتال. واطلنتو اكسيال اثنين برضه. يمين وشمال بين الاطلس وبين الاكسس، اطلنتو اكسيال من تحت. واحد في النص بين الدنس وبين الانتيريور ارش. الميدل الميدل الاوسط. طيب الدنس الدروس العرض ده اسمه الدنس. ميدل اتلانتو اكسيال برضه. ميدل اطلس والاكسس. ما هو الدنس دي تمثل الاكسس.